السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح أشرح لكم خطوة مهمة جدا لازم تعملوها في هواتفكم الآيفون جميعكم، لأنه جميع هواتف الآيفون تتعرض للمراقبة والتتبع والاختراق، وجميع معلوماتنا على الآيفون عم يتم يعني مشاهدتها من قبل أشخاص آخرين. لهيك لازم تطبقوا هالخطوة اللي أنا هلأ راح أشرح لكم إياها في الفيديو. ضروري جدا لتمنعوا أنه يقوم أشخاص آخرين بتتبع هاتفكم الآيفون ومراقبة نشاطاتكم عليه، لتعرفوا شو هي الخطوة وشلون من أوقف تتبع واختراق هاتفكم الآيفون. ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. مثل ما حكينا رح نحكي عن خطوة مهمة لازم نعملها كلنا في هاتف الايفون لنمنع تتبع نشاطاتنا من قبل اشخاص ما بنعرفهم. الخطوة بسيطة رح نكون فيها من خلال اعدادات الهاتف. طبعا قبل ما تابع شرح الخطوة، اتمنى دعمكم اول شيء لقناتي هي، وذلك بالضغط على زر الاعجاب وتفعيل زر الجرس لحتى يعني تدعموا فيديوهاتنا لتنتشر بشكل اكبر. واذا امكنكم تدعمونا بميزة شكرا الموجودة اسفل الفيديو لا تقصروا. طبعا نحن في الهواتف الايفون في عنا شيء اسمه، يعني لما ندخل الى الاعدادات انا راح انزل الى الاسفل راح الاقي قسم عندي يعني قسم الخصوصية والأمان. هذا القسم راح فوت عليه الخصوصية والأمان، وعندي شيء اسمه التتبع. شو هذا التتبع؟ التتبع يعني في تطبيقات وألعاب أنا عم نزلها على هاتفي، وهي الألعاب والتطبيقات عم تاخذ صلاحية يعني من شروطها، بتكون مكتوبة الشروط ولكن ما حدا بيقرأها أبدا، فقط بنحط السماح للتطبيق واللعبة بتبلش يعني أصحاب هاي الألعاب والتطبيقات يشاهدوا كل نشاطاتنا على الآيفون. ولو رحنا لأي تطبيق أو لعبة مثل الفيسبوك والواتساب ورحنا إلى سياسة الخصوصية في مكان اسمه بالخيارات سياسة الخصوصية راح تلاقوا إنه كاتبين هذا الشيء لا يخلو مسؤوليتهم. طبعا نحن راح نفوت إلى هذا الخيار التتبع، راح نلاقي إنه هاي الألعاب والبرامج هاي اللي عندي هون كلها هلأ أخذ صلاحية التتبع. فأنا بكل بساطة راح فوق عندي أول خيار السماح للتطبيقات بطلب التتبع، لازم أوقف هذا الخيار طبعا. وهون يعني في عندي السماح للتطبيقات بالاستمرار في التتبع، أنا لا راح أضغط على مطالبة التطبيقات بإيقاف التتبع. هيك هاي التطبيقات كلها هلأ وقفت تتبع هاتفنا ومراقبة نشاطاته. أتمنى أن يكون أفادكم وعجبكم هذا الفيديو.